بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لشرح عقيدة واسطية قشتين التوجيهيك الشيخ رحمة خوي بردقاري ليبيا فرمي: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فرمي الله جل جلاله كاتك وصف خوي كردوها چلا قرآن چلا سنة وصف كان وصفي خدي ذاتي خوي بي ياخد كومالا كردار بي بي هستي ياخد هرشتي كتابتا بخوي كوصفي خوي كردوا الله جل جلاله دوشتي لوصف كان كو كردوا توبو ما نفي وإثبات نفي كومالا شد بكي وإثباتي كومالا شد بكي بخوي پروردگار اما يكترى لقاعدة كاني أهل السنة جماعة لباورهبون بنا وصفات كان إخوة بروردقارة كشيخ هنابيتي رحمة إخوة بروردقاري لبي صفات كان إخوة بروردقار دو جورن جور يكم يعني بيوتري صفات النفي جور يكم يعني بيوتري صفات النفي واتأو صفتاني كأبي نفي بكري وبيتشوانكي بريار بدري أبو إخوة بروردقار چونك بيتشوانكي بابلين يتر كمالات بخواي پروردگار لخواي كوه كاتوا جابوا علماء فرمون وهي نفس كل ما يضاد الكمال هرشته پیچواني كمالي الله جل جلاله تو ابي نفي بكي ما پیوتري او صفاتاني كمن فين لآس الله جل جلاله بهيت شي وانا ببدرتا بالي خو اگر نفي او صفاتانا نكي كبدرتا بال خواي پروردگار بوي أبي بنقصاني صفاته كان ثابت كي جيجيري كي بو خواي پروردگار كنقصانية تيايا وكافر بي بيو لدينا چي تدرو بوي الله جل جلاله فرمي ليس كمثله شيء أما النفي چي كرت نفي ويكر هاوشي ويهبت چونك مخلوقات هميان مخلوقا هميان نقصانا اگر بيتو لنا مخلوقات هاوشي ويهبت هاتا يوش نقصانا بوي برياردان هاوشي وبو الله جل جلاله نقصان كردن يتي وكوشون مخلوقات نقصان وسلبي كمال وكوشون مخلوقات كمال يعني وسلب كراول يعني والله جل جلاله لا تكترى فرمي ولم يكن له كفوا أحد داناني هاو تابو شي بهمان شيو چونك هر شي كي تل جغل اخواي پروردگار كي بهاو تابو خوا او مخلوق يكت كردو بهاو تابوي او مخلوقش نقصانا وكو اوا الله جل جلاله بها نقصانك بشبه هنيو وصفي بكي ويا الله جل جلاله فرمي فلا تضربوا لله الأمثال فرمي بهيت شوية الله جل جلاله قياس نكن سر مخلوقات ومخلوقاتيش قياس نكن سر الله أما بها مش شوية حرام بويا سيركي خواي برقار كاتي خوشي هندي نمونا هينته ولا قرآن لنا مخلوقاتا سيركي دعي ولله المثل الأعلى نمونيها لبرز بو الله أو آتا واضح وصريح ابو النابي بهيت شيء الله قياس كيت سال مخلوقات ياخذ مخلوقات قياس كيت سال الله وابيني خوي برغار بو خيل القران فرمي ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما الاخر فرمي شيء وما مسنا من لغوب يا ما هيك يعني بيزاري وما ندوبونو هيك نارحت يا رويتي انا كدين لخلقي زي واسمانا كان خوي برقار في المولى أظلم ربك أحدا أبمشي و نفي ظلم أكان أخوي وما ربك بظلام للعبيد فلا تجعلوا لله أندادا أم آتانك همي هاتوا همي نفي تيا جا قد قد بين نفي كان ابن بدوبة شو نفي أويك هاوشي ويها بيك أوهر بيته هوي كشكردني كمالي الله جل جلاله ونفي أوشك هر صفتك كنقصانية بدري تبال الله جل جلاله كبه ما شيء وجه بيته هوي نفي كمالات الله بو شيء إنسان قلبيته وصفي خوي بيرود قاري بيبكا كافر به جاري دوم الصفات كاني خوي بيرود قار بيوتري صفات الإثبات أو صفاتاني كبو الله جل جلاله ثابت جاهير كي كخوي بيرود قار خوي بو خوي جاهير كردو على القرآن جام صفاتانش دو شيوان إيش يعني بيوتري إثبات المجملات إيش يعني بيوتري إثبات المفصلات
صفاتكاني خوي پروردگار كجي گيري كي بو هندي كان مجملي جي گيري كي بو يعني با پختي بو جي گيري كي با كرتي هندي شيان بدرجي با تفصيلي بو جي گيري كي بو حجي گيري كي هندي كي با كرتي و هندي كي با دريجي با تفصيلي لبروي لا قران خوي بو شواهات ولا سنه خوي بو شواهات بو نمنا حمدي مطلق بو خوي پروردگار ياخذ مجدي مطلق بو خوي پروردگار يعني كتولي إنك حميد مجيد ترطع بمجملي بشوهات وحمدي مطلق بو الله مجدي مطلق بو الله الحمد لله رب العالمين حمدي مطلق بو الله طائد تناشت التفاصيل كاني والذكاري بو كيلا بروي خوي بو خوي بمجملي لقرآن هاتو بلا مفصل كان بون منب الله جل جلاله كباسي علمي خويك عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب يعني باسي علمي خويك بتفصيلي باسيك يا باسي قدرتي خويك بتفصيلي باسيك باسي حكمتي خويك بتفصيلي باسيك باسي رحمتي خويك بتفصيلي باسيك على آخرة فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى ولا أبو شوكا رسيري آتك أنكي هندي الصفات بمجملي فرميتي هندي الصفات إيش تفصيلكي بيداو بو صفاتاني الله جل جلاله ك لقرآن هاتوا تماشاك ان كامي بمجملي بمجملي كامي بمفصلي بمفصلي بمناتين كامي مجملة لخمان وتفصيلي ببينين وكامي ك مفصلة بدور درجي باسكرا اما بختي كينو كرتي كينو بوي معناه الى دامرين بلا مهل بدع عكسكيه كان هر صفته لقل عقل يانا نقنجي أجر مفصل إيش لقرآن هاتبي وأن مجمل يكنو وهر صفة لقى العقل أنا نقول جي أجر بمجمل هاتبي لقرآن وأن تفصيل بيدا بوي نفي بكان دواتر جابوا ثابت كردني كمال بو الله وكو خويا فرمي ابن تيمية فرمي فتمام الكمال لا يكون إلا بإثبات الكمالات ونفي النقائص طواوي كاملي الله جل جلاله جي جير ناكري بوي حتى وكو هم صفات كاني كمالي بوجهير نكي وهم صفات كاني نقصانيشي لنا في نكي جابوا براسي اگر ام بنماتي بقين كإمام ابن تيمية دايناوا ازانين كأهلي قمرائي تشاني قمران لبارينا وصفات كاني خواي بردقار واني كإيمانيان بنا وصفات كاني خواي بردقار نهيناوا شون كوتونتا قمرائي هو شون كاوان علان چي علان ايما اگر بيتو إثباتي صفاتك أن هموي بوشي وبكين كالدقة كان هاتوا يعني أو ناو صفتاني الله جل جلاله كالقرآن حديثة هاتوا وكو خوي جيير بكين كهاتوا بوشي ويا أو أبي تمثيلي خواي پروردگاركين جابوا أوي تمثيلي خواي پروردگاركين إما الفاظ كان ياخد مجملكان يعني مفصلكين ياخد مفصلكين مجملكين وكو بلاي خواي پروردگار كقرآن دا بزاندوا باشا إجمال وتفصيلك كداي رشتوا هلا أمانة براسي كانوا أبي أويك تفصيلة إجمالي كان أويك إجمال تفصيلي كان يعني خايف يقول كقرآن دا بزانو يأخذ له فرمودا كاني بيغمرة صلى الله عليه وسلم كهاتوا أويك بدور دريجي هاتوا لقرآن وأوشي كبكرتي هاتوا لقرآن لجي خويانية أمان يندس كارية كان راستي كانوا أوي دور دريجي هاتوا كرتي كانوا ويكرتي هاتوا دريجي كانوا أماش بوشي واكن همي بوي راب كان لا تمثيل بحسابي خوان خواي پروردگار نشوبهن بمخلوقات كان يو لو راب كان لا يوا اكونا نفي كردني صفات كان ودسكاري كردني يانو قم رابون تيان امام الشنقيطي لا ايات الاسماء والصفات لو كتبها لا براحف دا فرمي فأهل السنة عندهم صفات منفية تسمى صفات سلبية وهي الصفة التي دلت على عدم وهي عندهم خمس صفات فرمي أهل بدعاء أهل السنة عفوا من غلط غير مو أهل بدعاء فرمي صفة منفية كان لا أوان ناويشية ناوي صفات سلبية يعني الصفات يعني كابية بابلين نفي كان لا يخوي پروردگار بيالين صفاته سلبية كان وأو صفاته نشي لاي أوان كبلغي لسر
كبلغي لسر بوني خواي پروردگار پنج دانه قدم بقاء مخالفة للخلق وحدانية غنى غنى مطلق كأخوان بيرلين القائم بالنفس الاستغناء عن الغير أما قصي أوان أوان بمشي أوان أليرا ببختي أو صفاتاني كبخوان برياليان داو بخواي بيرولدقار هيبيا بمجملي وصفات صفاتي بابلين مثبتي بيا وتري نك سلبية أم بيانجيلة يعني تراواني كهموي نفيا كنوان ياخد تفصيلك إجمالك ياخد إجمالك تفصيلك لرا أمانة دان بيانين أم كمالاتانا كالقرآن هاتو بو خواي پروردگار شويكي دو دريج وتفصيلي أمان أي خانة سر شوي إجمال أبم شوى أم بينج داني بريالدا أم بينج داني بريالدا كالن الله جل جلاله قدمي هي قدمي جواتا بيش همو رودا وكان بيش همو رودا وكان رودا وكان لو وسر شاوى عن قطوة ك أم قدما لقرآن نهاتوا أم ناوى القديم يا القدم نهاتوا لسنة شانهاتوا لبري أوى الأول هاتوا الأول هاتوا كخوا كبيغمري خواص سلام تفسيري كدو كدو ترخوش ابن تيمية هنا رحمة خوي لبه الذي ليس قبله شيء وبو بقاءكش الآخر هاتوا أي جل القرآن نهاتوا ويبقى وجه ربك وما لم بس صفتي بقاء نية شو كمان فعلا ناكل بنا والمخالفة للخلق واتا جياي لمخلوقات إما خو إما جالين أو ليس كمثله شيئا طواو والوحدانية وحدانية تاكو تنيعي كمان لن تاك خالقنا لن تاك معبودا والغنى المطلق الله جل جلاله صمد بين يازلها مبونا وركاني جامان بيالين غنى المطلق غنى خو الغني جيه غلنا وكاني وعلن أما غنى ما بس أويك الله جل جلاله بخير راوستاو بيسي بمخلوقات نية راي قرين بيسي بمخلوقات نية راي قرين جابوا يا إما أهل سنة وجماعات كسيري قرآن السنة كينوي لقرآن السنة بتفصيلي شاسبين رابي شاسبينين وأوشيك نفي كرابي بمجملي شاسبين رابي شاسبينين وبهمان شو تماشي قرآن السنة كينوي نفي كراوة نفي كينوي جيجير كراوة جيجير يكين أما لقرآن زور زورا هركز تماشي آيات الكرسي بك بواضحي أما بينك صفتانك بتفصيل الله جل جلاله إثباتي عنك وصفتانك بمجملي وصفتان كيج الله جل جلاله نفي أكال خوي وكوشون لدرسي لا سرتاي درسك يا باس ماكر أهلي سنة جماعة وكباس ماكر ببختي ومجملي نفي نقصان يكان لا الله كان ناس ندري أجيو وكوشون خوي برجار خوي وسيكدو الله لا إله إلا هو الحي القيوم هما كوم الله صفاتي تشسبان بومان بمفصلي بلام كيت أسر صفاتي نفية فرمي لا تأخذه سنة ولا نوم بمجملي طال ونوز روتيناك خويش روتيناك عابا مجملي ببختي راستوخو آياتك دو صفة لا خواي بردقار نفيكا كنقصاني لا خواي بردقاراني لا مخلوقاتا لا الله يعني جل جلاله إما أبم ريشكي قرآن آرين بلام أهلي كلام أواني كخوان باشوين كوتي أهلي كلام زالا كقمران كابن حجر عسقلاني لا فتح الباريه فرمي علمي كلام زور يا لخلقي كرده زنديق ملحد جاء مالك شنو مهلي كلامك وتون شنو علمي كلامك وتون لا او نفي كان ابي مفصلي به بعكس القران يعني صفاتان كالاخوي بيرولدغار نفي اكري ابي تفصيلي وبدل درياجي نفي كي او انا شي كثابت اكري وانا بمجملي ثابت كي بويا كاتك باسي خواي پروردگار كان لين الله جل جلاله ما الدنيا خوينية واندا مكاني لشي نية روحي تيانية والين بجنابه
نه لسر و نه لخوار و نه لجیر و نه لراس نه لچپی ها هیچ جهتی کی نیه روی تیپ که و نه لناو عالمه نه لدروی عالمه عابوشی و یعنی کاتی چی جوی گری لقس کانیان که باسی خوای پروردگار بوکن و هست که باسی شتی که بوکن بونی نیه هر هیچ نیه جابوی براسی اهل سنت و جماعه نه خیر باشه و ناکن صفات کانی کمال بو الله جل جلاله بریارین بوشوي القرآن سنتها توا صفات كاني كمالي الله دو جور صفاتي كان بيو تري صفاتي كمالي مطلق صفاتي دو مش كان بيو تري صفاتي كمال بالقيد أو صفاتاني الله جل جلاله ك صفاتي كمال بمطلقي وكواني كخوي باسي كردو وكو صفي كلامه وكو صفي فعال لما يريد وكو صفي القادر ومقتدر وأوانا وأوصفتان شكا كمال بقيد يعني لبرامبر لبرامبر برامبركا كمال وكو ومكروا ومكر الله أوان مكريان هيا الله شهيدي وكو يخادعون الله وهو خادعهم أوان خداعيان هيا الله جل جلاله خداعكيان بيكاتو وكو استهزاء الله يستهزئ بهم بو لبريوان قالوا إنما نحن مستهزئون هم صفاتان سيركي همو لبرامبر بيتشوانا كادي بويناتواني خواي بروردقار وصف بكي بماكر بخادع بمستهزئ أبي بلي الله جل جلاله لبرامبر مكري كفارة مكري هي بيبلي الله جل جلاله لبرامبر خداع خداعي هي لبرامبر استهزاء استهزائي هي جابوا ام بيانو تري صفاتي كمالي مقيد وانا لخواي پروردگاران نقصاني نين خرابانية ما دام لبرامبر خرابية كي اوائي ببتاكا جزايا لجنسي كرداركاني خوي باشان شيخ رحمة خواي پروردگاري لي بفرمي فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به الرسل فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فرمي بويا أهل سنة جماعة لولا نادا كبيغمبران هنا بيانا أهل سنة جماعة لوصف خواي بروردقارا لناسيني خواي بروردقارا لا إيمان هنان بنا وكاني خواي بروردقارا لا نادن لويك بيغمران هنا بيانا بو هيج ريتشكا وريباز وعقل وفكر وبير وايديا وفلسفة كتر لا نادن لسلوان كبيغمران هنا بيانا أهل سنة الجماعة بهيج شوية لا نادن لو ريبازا بلا مهلي قمرائي لا أدن بو لا دانا كانيشيان بوزيش هنو هل قرآن السنة هي هنو بلقا هي هنو كدرو سلابك أو إيش يعني ببردواني وفرمي بو أهل سنة جماعات لوي لبيغمران هنا ويانا لا نادا لبروي أورغ راستك أو صراط المستقيمة أو صراط المستقيمة طبعا تو حفدجا لن يجكانت رجانك دعاك يلي أي بروردقارم صراط المستقيمة بيشان بو بمخرسري كان صراطي كي بيغمران بياو چا كان راسقو كان شهيدا كان اجلب من باريز الله صراطي كي مغضوب عليهم ولا الضالين يهود نصارى بلا معقول نيا چون يهود نصارى لا يانا ولا ريبازي بيغمر كان اخوان يان خوا وصفا كان بوي كان بي وصفي كان بي بيالين باوكو الان كري هي عزير وكري هي عيسى بيالين دستيني وبيال أبوشيو أوان لا أنداوا لو وصف كردني خوي بيرولد قاله بوصفات عنيك خوي وصفي كردوه لا توراة ولا إنجيلا ولا لا يبي غمر كاني شان أمان لو لا أنداوا توش لا بدي وكو أوان لكاتك على نيوجك تعلي خوي على رجاي أوانا نبم نم خي تسري أوان أي بوشي تولا عدي توش تسري أوان بوخن همان لعدان كأوان كردو أنا لناو صفاتي خوي بيرولد قاله تبو دوباره كيدو جاوب براسي قال اهل السنه والجماعه دبي لا نادي لو صراط المستقيم لويك بيغمران هنا يعني شنو كان فرمي بو صراط الذين انعم الله عليهم
چونك براستي ناسيني خواي پروردگار بوشيوي كخوي خوي پينا ساندوين لقرآن و بوشيوي ك لسرزاري پیغمبرکانيو خوي پينا ساندوين او براسي نعمتي كي قوري ومنعم عليهم اوانا كالله جل جلاله وكو خوي اناسا كخوي ايوه لا كتابكانيا ياخذ لسرزاري پیغمبرکانيو عليهم السلام اما نعمتي خوي پروردگار بلام ناسيني خوي پروردگار بوشيوي لعقلتا لعقلي خلقي ترا لفكرتا لفكري خلقي ترا لفلسفه يونانا لاثولوجيا لعلم كلامه لاشياء هيستو ديكيني ابوات اوا تولجير غضب وقمرائيه وكو يهود نصارى وشيخ بام جمله ما بس يا ويا كقورترين نعمته ويا خوي پروردگار بوشيو بناسي كخوي باسي خوي كردو لكتابكانيا ولا سرزاري پیغمبرکانيا عليهم الصلاه والسلام وأوج ريبازي بغمرانو رازقو كانو شهيدا كانو بياو تشاكا كانو وأوج صراط المستقيم غير يوا صراط المستقيم نيا بويا فرمي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إمام ابن القيم الجوزي لسر صراط المستقيم تفسير كجواني هكا فرمي والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم أنه الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله أفرمي قسي جشجير وكوكرا ولا ليقدان وي صراط المستقيمة بريتيال وي كبلي أو ريقايا كالله جل جلاله ببندكاني خوي دارشتو لسر زوباني بيغمركاني وجعله موصلا لعباده إليه وأو ريباز وريقايا شي كردوا بويكا تنها ليو عبدكان بتوان بقن بأ الله جل جلاله صراط المستقيم ربازيك الله جل جلاله دايرشتوا لسر زباني بيغمركانيو وتاك ربازي شك الله جل جلاله رقادة ليو بيبقي لينزيق بيتو لا طريق لهم سواه وهو إفراده بالعبودية وإفراده رسله بالطاعة هيز رقاية كترنية ليو يبريب ولاي الله جل جلاله يا ليو نزيق بيتو ولا الله جل جلاله إلا أو رقانا بكبرتي لشي الله جل جلاله بتنها بفرسي وشوين رسول كاني شي بكوي شوين بيغمر كاني بكوي وهو مضمون الشهادتان أماش أويك شايتومان لخوي قرتو كطول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني من صراط المستقيم قرتو تبر الله برسن بتنها بوشيويك بيغمران برسيو أنا باشا نفرمي وعقدة ذلك أن تحبه بقلبك كله وترضيه لجهدك فلا يكون في قلبك موضعا إلا معمور به وبحبه أفرمي وقري أم صراط المستقيم كي تركت وقري بستي قري بستي بيكي لقال الله جل جلاله بريتيا لويك الله تخوش بي جل جلاله بها مضلط ورازي ببي بهمو شتك للان الله بوت هاتوا جب جيب كي تو قبول يبكي ولناو ضلتا هي جيغا يقنبه إلا آودان بو بيتوا بخوشويسي الله جل جلاله ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضاته وهذا هو الذي معرفة الحق والعمل به ومعرفة ما بعث الله به رسله والقيام به و ويستو مبستي تو يكبغريتو لقال رزامن دي الله يعني هم ويستو مبستي كبو بي الله جل جلاله رازي بكي وفرمي أمنا سيني حقا وكار كردنا بي وأما أويك الله جل جلاله بي غمراني بي ناردو طبعا صراط المستقيم ربازي راست درست او ربازه که الله دهر رشتوه او ربازش با چی توی کم هنگاوانی تو دیتا ناوی با اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله یعنی با توحید و با سنت
توحيده كمان هي بيرو كركي توحيده كشمان هي توحيده ك الله جل جلاله داير رشتوه لنا وخو معنا بيغمبريكي هلب جاردو نادوتي بومان كرسول الله صلى الله عليه وسلم و او رسول الله فيري شونيتي جاب جاكدني او توحيده كردو ورسول الله هاتو لنا ايما بيروي كردو جاب جي كردو ايما فير كردو شون جاب جيكين بويا لادان لتوحيدك ابو خوي لادان للربازك الاصلي ربازك ولا دان لا لا دان للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دان هل ربازك جاء ام لا دان انا يا قسي يا كردارا يا بيروباوري ناوضلا يا لدلا ولا بيروباور ولا عادي ياخذ بدن بقسي لا عادي لو ربازا ياخذ بكدال لا عادي و لا دان كشي يا لتوحيدك يا لسنتك يا لتوحيدك يا امر خلقك كيزور لا ان دعوة لألوهيتك يا خلقك يزول لربوبيتك يا خلقك يزول إجلاء أسماء وصفاتك يا وكل ريا كباسيك لا دانش لوانا بشكدنا ربازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا بيني خواهي برد قال لقرآن أفرمي ببيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فرمي هو الربازي منه أو إسلامي كبيغمر صلى الله عليه وسلم هي ناويتي ولا ناوتانا جيب جي كردوها جاب جاكر دني وكو أو بيغمر عليه الصلاة والسلام وربازمنا أوان أدقيني بمن باشا فاتبعوه شويني بكون ولا تتبعوا السبل أور مدنو بو رجكاني لتنشتكاني وهي بو ربازاني كخلقان يقلي جيا كانوا وكو شون بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يجارته وفرمي ختكي بو كردين بتنشت ختكوا لهر دولاوة ختي تري وردي كرد فرمي أم ختر ريكا ربازي الله جل جلاله أو صراط المستقيم أمانش سبول كان يعني أمانة كي دايناو كي دايناو كي هلي هينجاو كي لكانويتي بإسلام كسانك لناو صراط المستقيمة كخويا جيان كردوتو لا عنده يعني كافر ومشرك ناعتو داي برجع أما أن خويا أنتون ليروت يتي من أم إسلام بفكري يونان أم إسلام بفكري هندوس أم إسلام بفكري تشين أم إسلام بفكري أوروبا أم إسلام بفكري بابلين عربي جاهلية أم إسلام بفكري نتواتي أم إسلام بفكري كردياتي أم إسلام بفكري تركياتي فارسياتي بوشيو سبل وربازكان جيابو نتو إسلام هي بتامي علماني بتامي ديمقراسي بتامي قبر فارسي سبول الربازة كان مي ليلة داو فرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أما رجع كان كلان داو إيش رجع راسك هيك قرآن السنة أو إسلام هيك الله يبي لسري برونو أو ربو يجمعينه ولا تكترى الله جل جلاله فرمي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما أن كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض أفرمي بم أم قرآنك بوتو ما النار للاين خو معنا وبواحي روحا جيانا براسي بوركسك قبولك بيشترت وانا تزاني كتاب شيا وإيمان شيا بلام كدمان بنوريك هدايتي عبد كان من بيدا بيجاميان تو دواتريش خلقي تد و توش من كردو برا نشاندري خلقي كواتا صراط المستقيم دوشتا كتابو سنتا وكو چونم آيات جاماجي بيدا كتابك خوي نورا رين مونيكا صراطا وإنك توش ربازكت سنتكت رين موني خلقيكا بو صراط المستقيم كصراطي الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض جابوا يا براسي خوي بيرجال كباسي قرانك ابا ماشي وباسي بيغمرك صلى الله عليه وسلم فرمي يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم هل بها ماشي وتاكيد لسلواك اتوب يا براسي صراط المستقيم لا ندانا للربازي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لا ندانا لا قران والسنه دوكو شيخ الاسلام وتي اهل السنه والجماعه بهيت شوا لا ندان لي إن شاء الله درسي دات وشينا سر بابا كاني تري والحمد لله رب العالمين.